السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة قنيطرة مدينتي. إذا نحن في الأبيطة نتجه إن شاء الله إلى الطريق الجديدة في الفوارات باش نشوفوا إلى أين وصلت إليه الأشغال.
على ما يبدو الطريق كاملة داروا لها الزفت بخلاف المرة الأخيرة اللي كان الزفت يلاه وصل حد الحد. حي الربيع إذا وصلنا لمسجد إدريس الأكبر وقربنا من حي لالة مريم وحي وريضة. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، نتمنى انه عجبكم. لا تنسوا ديما تدعمونا باللايك والتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.